تأخذ ضرورة من الضرورات. فنحن نبصر المجلس بما نراه خطأ، ولكن في ذات الوقت نعين على الإيجابيات وتحقيق الإيجابيات. والشعب على كل حال من الأحوال، الشعب كله يجب أن يكون يقظ، لأنه بدي أقول لك شيء، لا يساعد على استقامة المستقيم شيء كيقظة الشعب ومراقبة الشعب، ولا يكف عنصر الانحراف عن الانحراف إلا يقظة الشعب ورقابة الشعب. أنا أرجو الله عز وجل أن يوفقهم لما هو أفضل، وأن يجمع صفوف البلاد على ما هو أكمل، لأنه يمثل قوى رئيسية ولكن لا يمثل قوى البلاد. قوى البلاد مطالبة مع بعضها البعض بأن تأتلف وتتعاون، فنحن نمر بمراحل خطيرة لأبعد الحدود. اسمح لي أن الحلقة إلى اللقاء في الجزء القادم من هذا اللقاء مع الأستاذ عصام العطار. أنتم المسلمون السنة لم تقدموا مشروعاً سياسياً للمواطنة كي ينخرط فيه الناس. الحضارة العربية والإسلامية كل الناس أسهموا فيها. كيف تنظر أنت إلى ما يسمى بفكرة الأقليات؟ تقسيم البلاد، إثارة خوف الطوائف من بعض لبعض الأعراق، لا يفخر العرب بأحد أكثر مما يفخرون بصلاح الدين الأيوبي. سوريا العربية الإسلامية هوية تريد الآن أن يقوم في البلاد حكم ديمقراطي. لقاء خاص مع المفكر السوري الأستاذ عصام العطار على أورينت نيوز، الجزء الثاني يأتيكم في الأوقات التالية.